الموالي باش يفتحوا لنا الكامبوس باش نلعبوا فيهم الى اخره. شكرا بزاف الحبيب على المعلومه. السلام عليكم. الشرفه ديالي تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في فلوق جديد. اول حاجه شكرا بزاف على التعليقات ديالكم ولي لايكات ديالكم، الصراحه داكشي واعر بزاف. حنا حدا قاعة الطيب البقالي بالرياضة، كيلعبوا فيها فوتبول صالا وكرة ديال الباسكيت. هادي جات حدا اوتيل بالوما في خرجة تطوان، وانا ان شاء الله طالع واحد متنزه جنب فوق هنا، متنزه نقاطة. خليكم معنا اكتشفوا. عييتا العقبة عرفتي غدا شنيا طويلة وباقا ما تسالت. ارتاح شويه عاد نكمل. كما شفتو الطوبيس كادوصل حتى تما، يعني كادوصل حتى فوق النوره ديال 25، كادوقف مورا مدرسه الجابر اعداديه هي في الحمامه، يعني تقريبا شي 5 دريال ولا 3 دراهم كتجيبكم حتى لهنا. بطبيعة الحال الناس اللي عندها الطونوبيل عندها الموتور بوكسليطا تجيب الوسائل ديال النقل ديالها، مونطا غزال. حسن استقبالكم، هدفنا تلبية احتياجاتكم من الطبيعة. النقطة الأولية واللي هي مهمة في المتنزه هو الباركي. الناس مباركين الطوموبيلات ديالهم، باركي كبير الصراحة، زعما كيتسنى متناول. مع باقي إن شاء الله نكتشفوا مناطق أخرى الداخل. اللي كاين هنايا كاين 6 المرافق، 3 البلايك ديالهم هما وثلاثة هما. حاليا انا حدا الكامبو كما كتشوفوا، ولكن يا فرحه ما تمت كما كيقولوا المصريين، قالك الملعب غير جاهز حاليا وشكرا. ولكن ماشي مشكله، حنا نستغلوا الجوانب ديالو ونجيو نجريو فيه. ارضيه معدله مزونه كما كتشوفوا، واحد الولد راه هو كيدور على الكامبو بالخلفه. موطع التطيب بحال كانون العافيه، بنادم باش يتفادى العافيه في الغابه وشي مصيبه الله يحفظ كيتسمى مطاط تطيبه. هنايا كاين هذا وكاين اخر لهن، جوج جاوني الصراحه هاد الدراري مع بعضيتها العائله، وما مرخص بالجري كاين تقريبا 5 كيلومتر باقي. هو هايد يعني كيبدا من الاول المنتزه كيوسي بنادم ياكل على خاطره مرتاح مزيان. كاين هذا كاين حق حاجه واحده اخوتي، الله يجازيكم بخير، اللي كيمشي شي موطا يجمع الزبل ديالو ما فيها باس، داعم ما فيها باس، واخا كينسطال هنايا راه ما فيها باس، دير الميكا ديالك، جبتي الميكا ولا ماليطا فيها مسائل ملي تسالي جمع داكشي في ماليطا وديه في يدك، حيت الغابه نتوما كتشوفوا خدامين فيها نقولوا حنا جوج سيكوريتيس ولا ثلاثه، يعني ماشي غيبقاو هما يجمعوا الزبل دابا ساعة ما فيها باس. انت الا جبتي المسائل ديالك بحكم ان الموطا بعيد على مدينه وهذا، جبتي شي حاجه ردها في يدك. المسار اللي قلت لكم 5 كيلومتر ديال الجري كاين في الجوانب، كاين باكيوسا كاين هنا 3 كاين هنا 2 اللي هان كاين فوقي، يعني انت ماشي انت كتبان باكيوس ديال بنادم جلاس يرتاح ولا ماشي بنادم جمع شي حاجه ياكلها. صراحه موطا واعر، انا ميدي اول مره كنوصل. كاين كامبوس اخرين، هادو ضد تراب، يعني كامبو كبير مقسوم على جوج، كاين جوج الكامبوس يعني 4 البيبان هنا، ما عرفتش حتى هو مجدود، يعني ما معلقين عليه حتى شي حاجه، واش باقي ما واجدش ولا هذا كيبان واجد غير مجدود وصافي، ولكن انا ساقتي
السيكوريتي في الباب مسقسي واش كيفتحوا الدراري يلعبوا فيه ولا اصلا باقي ما حلوهاش. كاين المرفق اللي هو صغارين من 3 سنين حتى 12 سنه، يعني برفقه الاباء كما عاملين تما في بلاك عندهم يطيحوا ولا شي حاجه، صراحه داكشي مزاول. وقدامو كاين بانكيو سيدا الوالدين ديالهم فين يجلسوا فين ياكلوا. هذا الطواليطات المرفق الاخر، واهم مرفق هو الطواليط اللي كاين هنا في المنتزه. الطواليطات مشدودين حيت اغلبيه فينا ما كيحترمش، يعني الا دخل يقضي الغرض ما كيكبش الماء موراه وما كينقيش الموطور. وبما ان المنتزه ما عليه شي اقبال كبير، يعني ما يمكنش يعملوا فيه المره اللي عاد نقيه ولا شي واحد اللي عاد ينقيه، حيت ما كيكونش عامر بزاف وما كاينش عليه اقبال بزاف صراحه. ولهذا الطواليط كنظن هيدا ماشي يبقاو مجدودين دائما للاسف، الا من رحم ربي. كاين فينا الناس اللي نقيه وكتدخل ملي كتقضي الغرض ديالها كتنقي موطا وخرج شحال. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي الجميع. بارك صغير هذا الدراري الكبارين ديال الرياضه، يعني كيتسمى نقولوا حنا بارفيكس، وهذا ماكينه بانكيو ديال الكاش شي بسيط وصافي صراحه. المهم الواحد الى وصلت هنا بغى يتريد الموطا فيني فين يتريد، هذا جا حدا الكامبو اللي قدام الدخله ديال المنتزه. المنتزه جا ماشي كبير بزاف، يعني تقريبا 5 كيلومتر مدوره، مجموع مزيون، مرافق ديالو قرابين على بعضيتهم. هو جبرتونا مع السيكوريتي ديال الباب هنايا، تبارك الله عليك الحبيب الله يعاونك. سقسيتو على الكامبوس قال لي بان كيتسمى باقي ما تسلمش المتنزه، باقي ما تسلمش لمواليه باش يفتحوا لنا الكامبوس باش نلعبوا فيهم الى اخره. شكرا بزاف الحبيب على المعلومه وسمح لنا بزاف. الله يعاونك الله يعاونك. بزاف الاصدقاء عندي في فيسبوك ما فخبارهمش بلي انا عملت لاشين في يوتيوب، هادي 3 شهور باش عملتها، وعندي تقريبا في هذا ماشي 13 فلوق، وهذا غيكون ان شاء الله 14. نتمنى منكم تبارطاجيو اخوتي مع اصحابكم. عندنا تحدي اننا نوصلوا ل 1000 ابوني، يعني 1000 مشارك 1000 صديق وصديقه في لاشين من دابا شهر ولا شهرين. يلا راكم قادين عليها، الله يعزكم. شكرا بزاف، وما تنساوش جيم وكومونتي بارطاجي مع اصحابك.